كما كتعرف هذا شرف ليا، جمهور كبير بحال جمهور فريق الوداد كيحتفل بالتيفو اللي كنكون اللي يمكن دا احسن تيفو في الدوره هذه عالميا. فكنتمنى نكون نقدم مطلوب مني داخل الفريق، وان شاء الله ما حتينا في داخل الفريق ان شاء الله غنقوم بالواجب ديالي وكثر ان شاء الله، ورد الجماهير الوداديه ان شاء الله. تيكون احساس اللي زوين واللي كتحس براسك كتفتخر براسك بانك وصلتي لهذا المقام، وهادشي كيبقى من فضل الله سبحانه وتعالى وفضل العمل اللي كتقوم به داخل التدريب ديالك. ان شاء الله كنتمنى تكون شي حاجه اللي احسن من هادشي ان شاء الله داخل فريق الوداد ان شاء الله، ولمالا ان شاء الله هذا العام ان شاء الله نفوزوا بكوب ضرب ان شاء الله اللي غتكون باسم الملك محمد السادس ان شاء الله، اللي غيكون هو اللي غيعطي الكاس هذه، تكون من نصيب ديال فريق الوداد البيضاوي ان شاء الله، وان شاء الله الشامبيونز ليغ تكون من نصيب ديالنا ان شاء الله.